اهلا بحضراتكم من جديد. كان في تفاصيل كتيره الحقيقه لفن صناعه الوهم وتصديره وخلق الازمات من خلال الاعلام التخيلي، وكان ازمه الفار ايضا وما حدث من الكابتن محمود دسوقي في المباراه الاخيره وادارته مباراتين للاهلي، كل مباراه حدثت فيها مشكله في الفار. لكن لان الوقت بيداهمنا، هناك الكلام الكثير عن اسرار الملك. لما جده يعتزل يبقى حان وقت كشف الحقائق. لما جده يعتزل، زي ما بيمر المهلة القانونية الطبيعية على أسرار كبيرة، حان وقت الكشف عنها. محمد ناجي جده، المهاجم الدولي المرموق، والحقيقة واحد من اللعيبة اللي أمتعت منتخب مصر والنادي الأهلي خاصة في كأس الأمم 2010 بأنجولا باشمهندس، أعلن على الملأ اعتزاله كرة القدم، وقال تويتة مهمة جدا هقراها وهسمع رأي المهندس عدلي عليه. قال جده: أشعر أن هذا هو الوقت المناسب للاعتزال. الحمد لله حظيت بمسيرة رائعة كانت أكبر كثيرا مما كنت أتخيل. ممتن جدا لكل لحظة. أنا محظوظ أني حققت كل أحلامي، ولكن هذا لم يكن سيحدث لولا تشجيعكم لي. أنا الآن جاهز للرحلة الجديدة في حياتي، شكرا لكم جميعا. ده محمد ناجي جدو، المهاجم الدولي، هداف كأس الأمم الأفريقية 2010 بخمس أهداف، أفضل لاعب مكتشف في كأس الأمم 2010، ست بطولات مع النادي الأهلي، ثلاثة دوري، بطولة واحدة لدوري أبطال أفريقيا وبطولة سوبر وبطولة سوبر محلي، كأس الأمم 2010، ومسيرة رائعة جدا للاعب مهم يا باشمهندس. جدو، عايز تعرف القصه ولا نشوف حاجات لجدو وبعدين نتكلم؟ انا قبل ما اعرف القصه، لان دي فيها كواليس مهمه جدا ولا ينبئك قدر مسؤول كان فعلا تقريبا هو اللاعب الاهم في معادله جدو مع النادي الاهلي في 2010، والقصه الكبيره اللي فيها تفاصيل مثيره الحقيقه، لانه كانت ممكن هتودي ناس السجن، كان في ناس معرضه انها تدخل السجن بسبب جدو. لكن لقاء اخير لمحمد ناجي جدو مع الكابتن احمد شوبير بين لنا حقيقه مهمه، ووجه لنا رساله لكل اللعيبه. انتوا بتلوموا الجمهور انه غضبان على لاعب؟ انتوا عارفين جمهور الاهلي استقبل خبر اعتزال جده وتغريدته ديت بالاهتمام والحفاوه والتقدير والتكريم ليه؟ لانه لاعب لما جه النادي الاهلي تمسك بالاهلي، ولما ارتبط بالاهلي ارتبط بكل حب وانتماء واحترام، ولما مشي عن النادي من النادي الاهلي وهو مش موجود في النادي الاهلي، ما زالت دي صوره النادي الاهلي عنده، وما زالت دي غيرته عن على النادي الاهلي اللي قالها للكابتن شوبير. بس هتتكلم على الاهلي احنا طبعا يا كابتن، شفت في النادي الاهلي يا كابتن كل حاجه، احزان، افراح، خدت بطولات، خدت يعني انكسارات، فعشت معاه كل الاحاسيس اللي ممكن تعيشها في حياتك. لما انت مجزرة بورسعيد تبقى قاعد كده وناس من الجمهور يموت قدامك، طبعا يعني انت يا كابتن الحاجه دي لو انت ما ارتبطتش بالنادي ده وبالناس، الناس بتموت عشان خاطر النادي، وانت مثلا ما تكونش مرتبط بالنادي يبقى انت فيك حاجه مش طبيعيه. طبعا يعني الناس بتضحي بحياتها عشان خاطر النادي، وانت مثلا هنا عشان موقف حصل معاك او حاجه وفي وقت ما ان انت تقلب على النادي، فده انا شايف ان ده مش من الاصول. يعني شايف ان ده مش من الاصول طبعا. بتزعل لما حد بيطلع بيهاجم النادي او بينتقد النادي من ابناء النادي؟ والله كابتن كل واحد ليه وجهه نظر. نعم. بس لما يكون وجهه نظر حق، وان هي تبقى على حق، وان هي تبقى تكون المصلحه فعلا، مش تطلع وتنتقد مجرد الانتقاد، هو ده اللي بيتضايق يعني. لكن انت ممكن تنتقد حاجه ليك حق فيها او حاجه مش عاجباك، وتقول مثلا وتقول باحترام. نعم. يعني باحترام وفي اصول، ما ينفعش تتجرع في حد، ما ينفعش تقل ادبك على حد. اكيد طبعا ده كل واحد ليه وجهه نظره، بس لازم تتقال باحترام ومنطق. ما ينفعش بتزعل من اللي بيخرج عن النص. طبعا طبعا يا كابتن، النادي الاهلي نادي كبير والنادي الزمالك نادي كبار، لازم المسؤولين في الانديه دي يعرفوا ان في ملايين وراه، فلازم كل كلمه تطلع بحساب. نعم. ملايين بيتفرجوا على الـ على الـ على الـ على الاهلي والزمالك، وصغار وكبار وبنات وستات، فلازم. نعم. كل لفظ يطلع لازم تبقى عامل حسابه 100%. والله يعني تحدث حتى اراك، كلام محترم جدا جدا. وخلي بالك بقى، قال كلمه مهمه جدا
قال انا عايش مع النادي الاهلي الافراح والاطراح، الفوز والمجد والبطولات والانكسار. وهو لما بيتكلم على الكلام ده لان الكابتن جده ما بطلش في النادي الاهلي، فقال ان اللي يخرج ويسيء للنادي الاهلي ده مش من الاصول، لانه شاف كل حاجه فيه والحاجات الكويسه طبعا اللي هي بتنقل اللعيب وتاريخه ويحقق لنفسه مكانه. انما ما بالك بقى باللعيب اللي ما شافش حاجه وحشه في النادي الاهلي، ما شافش غير افراح، ويطلع يهاجم النادي الاهلي؟ عايزين الجمهور يحتفي ولا عايزين يزعل؟ يا جماعه علاقه الجماهير باللعيبه مش في ايد حد، في ايد اللعيبه. اللي واحد زي الكابتن جده النهارده كل الاهلاويه معاه، قلبها معاه. ليه؟ عشان اهو بيتكلم بالاصول، بيتكلم بيقول لهم انا عشت كل حاجه في النادي الاهلي، لكن ما اقدرش وانا ولا غيري نسيء للنادي الاهلي اللي عملنا واللي عمل تاريخنا واللي عمل حياتنا. كابتن جده، قصه جده بين النيابه والاوراق المهمه دي مساله مهمه وفيها كواليس مهمه جدا. بس خليني الاول اقول لكم جده رايه ايه في اي حد له مستحقات عند النادي الاهلي. جده في قناه الاهلي من فتره طويله، نشوف كان رايه ايه. الاهلي لعبت فيه 5 سنين، كانوا احسن 5 سنين في حياتي ان انا لعبتهم في نادي الاهلي طبعا، ومرينا بحاجات كتير. يمكن في نادي الاهلي حصل مجزره بورسعيد كنت موجود فيها، يعني حاجات كانت عدت علينا اوقات صعبه واوقات حلوه، فالحمد لله يعني على الاوقات ديت كلها يعني. وكانت 5 سنين جميله في حياتي يعني. كوره كمان، انت ليك مستحقات كتير في نادي الاهلي، وعمرك لا اتكلمت ولا فتحت بقك ولا قلت عايز اي حاجه. فطبعا بشكرك باسم القناه كلها، طبعا هم فريق الاعداد الاهلي نشكرك، وطبعا دي اخلاقك اللي انا عارفها عنك. اكيد طبعا اللي عند النادي الاهلي مفيش حاجه بتضيع من النادي الاهلي يعني. بس فانا كلمت الكابتن سعيد والمستشار محمود تتغير، ووعدني ان الموضوع ده يتحل قريب. اللي عند الاهلي ما بيروحش، لان الحقيقه هو كابتن جده، وكان يعني اداره الكوره في وقتها جددت له، بعد كده المدير الفني كان له راي، فكان له مستحقات بناء على التوقيع ده، وتسوى بالشكل المحترم وخد حقوقه بالوصول والاحترام اللي هو بيتكلم عليه. هو بيقول لك ليك حاجه اطلبها باحترام. هذا نموذج اللي تحبه هتهاجمه ليه؟ اللي بيتكلم على الاهلي كده رغم انه خرج من النادي الاهلي، لكن هتهاجمه ليه؟ وقصته وهو جاي النادي الاهلي قصه من الحاجات، احكي بقى اللي لازم التاريخ يتوقف امامها. جده مهاجم في الاتحاد السكندري، بص جده 10 كابتن حسن خده للمنتخب، فرقع في انجولا. لا، قبل ما يفرقع في انجولا. ايوه، هو انت ما خدتوش عشان فرقع في انجولا. جده كان في كلام ناس بترشحه، الراجل لعبه يعني تابعه الراجل ده في الاتحاد السكندري. تمام، وبدانا فيها مهمه واتصالات والاتصالات الشخصيه مع الاستاذ محمد مصلحي على جده، قال يعني احنا في يعني بدري ان احنا نتكلم في الموضوع ده. كان الكلام ده قبل الانتقالات الشتويه بمده يعني. ولكن هي كانت اخر سنه لجده مع الاتحاد السكندري. الاتحاد السكندري نما الى علمه ان جده في جلسات انه يروح للزمالك، لان جده ما كانش وصل له ان الاهلي عايزه. فالاتحاد السكندري بحس الناس المسؤوله، لا احنا نجدد له. وبعدين اول ما عرضوا على جده التجديد قبل ان يجدد للاتحاد. للاتحاد، تمام. فدي مرحله لازم الناس تفهمها، هو جده ما كانش عايز يمشي من الاتحاد بالطريقه دي، ان انا عادي خلص وامضي في حته، بدليل انه في التجديد مضى للاتحاد. اتضح الزمالك اشتكى بعد انجولا لما تالق والدنيا فرقعت، وراح وقال ده جده جه مضى عقود ومش عارف ايه وبتاع. لجنه شؤون اللاعبين بحثت الامر، قال لا، من حق النادي الاتحاد جدد ووثق قبل، وانت مش ما كانش من حقك انت زمالك تتفاوض معاه بعيدا عن ناديه. فاتقفل الموضوع كده. جه النادي الاهلي بقى راح مخبط، كلمنا الاستاذ محمد مصلحي، مفاوضات، اكبر مبلغ الدفع في لعيب 8 وقتها. مليون وقتها اشتريناه من الاتحاد السكندري ب 8 مليون جنيه. 8 مليون جنيه كان 2010. اذا مجدد، انت اشتريته منين؟ من الاتحاد، من قائمه يعني اتحاد الكره
مش بس حكم للاتحاد السكندري، لما اعتمد قيده، اعتمد قيده في قائمه الاتحاد، خلاص ده بقى لعيب في الاتحاد. تمام. فلما يجي اي نادي تاني بعديها يشتكي، ما انت اشتكيت واتحكم. فكان الغرابه الشديده ان اتحاد الكره يقبل فتح باب تحقيق عندما تقدم الزمالك للشكوى من انتقال جده الى النادي الاهلي. هو مش لعيبه خلاص، رغم ان هو اقر بكده في الاتحاد. اتقفل. اتقفل. وكان ينبغي ان يكون هناك عقوبه على النادي اللي تفاوض مع لاعب من وراء نادي دي، ده اهتمام الجرايد والمواقع وقتها. انت تفاوضت مع اللاعب من وراء نادي حتى لو مضالك. يعني انت بتسعى لايقاف اللاعب. ايوه، بس انت نفسك عليك جزء من الخطا. فراح جده. الخلاف هنا بين مين بقى؟ الاتحاد السكندري وزمالك واللاعب. وكان عندنا ماتشات المفروض والقيد الافريقي و و فاتحاد الكره برضه للغرابه الشديده، انت بتحقق، مش يجوز التحقيق ينتهي الى عدم احقيه الزمالك. هي كلمه، يعني هي كلمه يا جماعه، انا اشتريت جده من الاتحاد السكندري، الزمالك اشتكى، ما هو سبق له الشكوى ضد الاتحاد السكندري واتحكم لصالح الاتحاد السكندري، اذا خلاص. طيب الموقف اللي ما هو انا بحكوا لك، هو ده مربط الفرس. لانك لما رحنا لجنه شؤون اللاعبين، تمام، تولى الاستاذ هشام عبد ربه المحامي، محامي جده. أيوه. مش النادي الاهلي. وانا رحت فوجدت الاستاذ عزام اول مره التقيه، اللي هو دلوقتي بقى يعني احد خبراء اللوائح، يعني بيمثل نادي الزمالك. فجيت اقعد الاستاذ المشطة، الاستاذ صالح المحامي، الاستاذ ومستشار جديد ما التقيتوش قبل كده، كان هو رئيس الجلسه. فقال لي لو سمحت انت هنا ما بتمثلش حد. المهم قلت له انا هنا بمثل الاهلي. قال لي الاهلي مش ممثل. قلت له انت واقف للاعب، خد قرارك بعدم ايقاف اللاعب لحين انتهاء التحقيق، انا ماليش دور، سلام عليكم. اللي يدهشك ان طلعت اوراق وايصالات طعن فيها جده بالتزوير، وقال ان انا ما مضيتش، ان انا استلمت مليون وربع. وطعن فيها بالتزوير، طلعوا له عقد ماضي عليه مكتوب فيه 12 مليون جنيه شرط جزائي لو عايز يفسخ. قال انا ما مضيتش على الكلام ده، وتم استدعاء كابتن حازم امام بقى للنيابه. اتحاد الكوره حكم بال 12 مليون جنيه لصالح نادي الزمالك. الله. وايقاف جده. انت كده كاتحاد كوره محطيت النادي الاهلي في مواجهه انه لازم يروح للنيابه. وانا قلت لهم انتوا كده بالقرار اللي خدتوه ده بتدفعونا دفعا الى التوجه للنيابه، لان خلاص في اتهام بالتزوير وانت ما رضيتش تحقق. راح النيابه. المفاجاه. المفاجاه لقوا ان التواريخ مش متطابقه مع الايصالات، وان العقد اتمضى واتملى، يعني اتملى بعد التوقيع بمده وتوثق بتاريخ سابق. والنيابه استدعت حازم؟ لا، التزوير واضح في البتاع ده. كان كابتن حازم امام هيستدعى، فراح النيابه قال بقى ما راحش. قال لهم لحد هنا بقى. لا، هو راح النيابه ادلى باقواله اهي. يعني راح استدعى، راح قفل الموضوع. ايوه. قبل ما يروح عمل ايه؟ قال لهم انا مش مستعد تشيلوني الشيله مش بتاعتي. ايوه. انا هشهد باللي حصل، باللي شفته بعيني. انا الراجل ده مضى على عقود ما فيهاش شروط. طب الاهلي احتوى الازمه مع الزمالك ازاي سريعا؟ ما احتواهاش. النيابه حافظ يعني، هم تنازلوا عن شكوتهم، النيابه ما حافظتش، يعني ثبت التحقيق عند هذه النقطه. واخد بالك؟ والزمالك يعني راح دفع مليون و200 الف جنيه في حساب جده في النادي الاهلي في البنك. وجده يرجعها عشان يبان انه خد فلوس من الزمالك بس بعد ما انتهى الموضوع. وانتصرت وعلاء حكمة النادي الاهلي. طبعا جه وشفافيه لحد النادي الاهلي وحط الفلوس في البنك. علاء مقلت. يعني قيل وقتها انا يعني قيل وقتها ان هو جه بالفلوس حطها في حسابه. وخد عشان ما يبقاش في قضيه يعني وصل مزور كمان. الكلام ده انا ليه بقوله وهو خطر، وخلاص انا بحكيه لان ده واقع
في موجود في اوراق النيابه، ويعني الاستاذ هشام عبد الله عنده كل التفاصيل اللي مع النيابه ويقدر يحكيها. لكن هي دي قيمه لاعب اختار الاهلي بكل هذا الثبات وبكل هذا الاحترام. لما جه جده بقى ولعب اديك شفت انجازاته. صحيح. سواء مع المنتخب او مع النادي الاهلي ما عملش مشكله واحده طول عمره. ده جده حين يعتزل الجميع يسقف له والجميع يوجه له التحيه والجميع يقدموا نموذج للاعب محترم ادى باخلاص وانتهت علاقته في الملاعب بمنتهى الاحترام. قبل ما تقفل بعد عودته من انجولا، من انجولا لو تشوف وهو بيستقبل في قريته في البحيره. صحيح. لقى ملايين في الشارع وهو واقف بيحييهم، يعني مشهد لا يمكن حد يشوفه. لاعب اصيل ومحترم وعشان كده يستحق كل التحيه مع ختام مشواره الرائع.